السلام عليكم وأهلا بكم في الدرس الثامن عشر من كتاب سلسلة اسطنبول لتعلم اللغة التركية آ بير. نكمل الوحدة السادسة معكم بالفقرة ب. ناردة أو نرادة، أين؟ الكلمات التي لدينا: كارشوداكي، الذي في المقابل، ماساداكي، الذي على الطاولة، أونونكي، الذي لديه، يارنكي، الذي غدا، دونكو، الذي كان البارحة. الجمل: أفدرسنس، ماركت نرادا، لو سمحتم، أين الماركت؟ كارشوداكي سوكاكتا، في السقاق المقابل، الذي في المقابل. هانجي درس جاليورسون، إلى أي درس تأتي؟ يارنكي درس جيديورم، أذهب إلى الدرس الذي هو غدا. درسنا هو عن إضافة كي. hazırlık çalışması. نتعرف أولا على الكلمات المرقمة في الصورة. رقم واحد: بارك، حديقة. اثنان: بوفيه، الذي هو البوفيه. أوكول، رقم ثلاثة هنا أوكول. الرابع: بانكا، هنا بانكا. أوتيل، فندق، رقم خمسة هنا. ماركت، السادس هنا ماركت. alışveriş merkezi، مركز التسوق، رقم سبعة. كافيه، مقهى، رقم ثمانية. hastane، مشفى، رقم تسعة هنا. العاشر: köprü، جسر، هنا الجسر. نهير، الحادي عشر. كافيه، مرة أخرى، رقم 12 هنا. سبور صالونو، صالة الرياضة، رقم 13. أوتو بارك، مصف السيارات، 14 هنا. التمرين الذي لدينا: خريطة باكالم، لننظر إلى الخارطة. Aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yerleştirelim. ولنضع الكلمات المناسبة في الفراغ المناسب. أولا نتعرف على هنا. أرى، صندا، تعني بين شيئين. الكلمة هي أرى، وص هي إضافة للكلمة التي تكون قبلها. إتش، داخل. إتشندا، الذي داخل. أستندا، أعلى. يانندا، بجانب. كارشسندا، مقابل. أركسندا، خلف. كنارندا، على ضفاف أو على أطراف. طبعا الكلمات هنا بدون إضافات تكون مثلا أستا، ياندا، كارشدا، أركدا، كناردا، وهكذا. ولكن هنا لأننا سنضيف كلمة قبلها فنضعها في الفراغ مباشرة. رقم واحد: بوفيه، باركن، البوفيه الذي هو هنا. باركن، إتشنده، البوفيه بداخل البارك، الحديقة. لالا سوكاك، لالا سوكاك هنا بين رقم ثلاثة وثمانية. أوكول إلى كافينين أرسندا، شارع لالي هو بين المدرسة والمقهى. alışveriş merkezi، otelin arkasında، مركز التسوق، هو خلف الفندق. بانكا، اوتيلين يانندا،
البنك بجانب الفندق. Hastane parkın karşısında. المشفى مقابل الحديقة. Köprü nehrin üstünde. الجسر فوق النهر. Kafe nehrin kenarında. المقهى على ضفاف النهر. نسأل أكما الذي لدينا. Benim mahallem. محلتي أو منطقتي أو المكان الذي أسكن فيه. مرحبا. Ben Melek. مرحبا أنا Melek. Burası benim mahallem. هنا محلتي. En büyük hobilerimden biri. واحدة من أكبر هواياتي. Hafta sonları mahallenin içinde vakit geçirmek. إمضاء وقت داخل المحلة في نهاية الأسبوع. Evim Ulus Caddesi'nde. بيتي في شارع في جادة Ulus. Her sabah evden çıkıyorum. كل صباح أخرج من المنزل. Ve Atatürk Caddesi'ndeki parka gidiyorum. وأذهب إلى الحديقة التي في شارع أتاتورك. Burası çok güzel bir yer. هنا مكان جميل جدا. Her yerde ağaçlar ve yürüyüş yerleri var. في كل مكان يوجد شجر وأماكن للمشي. يürüyüş, القيام بالمشي. Burası her sabah çok kalabalık oluyor. هنا كل صباح يكون مزدحما جدا. Birçok insan, الكثير من الناس, sabahları burada spor yapıyor. يقومون بالرياضة هنا في الصباح. Çocuklar top oynuyor. والأطفال يلعبون الكرة. Salıncakta sallanıyor. ويتأرجحون على الأرجوحة. Burada yaklaşık bir saat yürüyüş yapıyorum. هنا تقريبا يقلشك تقريبا أقوم بالمشي لمدة ساعة. Yürüyüşten sonra وبعد القيام بالمشي parkın içinden geçiyorum. أقوم بالمرور من داخل الحديقة. Ve Mevlana caddesindeki kafede kahvaltı yapıyorum. وأقوم بتناول الفطور في المقهى الذي في شارع مولانا. كافين صاحبي علي باي. صاحب المقهى هو السيد علي. Onun kafesi ومقهاه senelerdir burada. منذ سنين إلى الآن هنا. Mahallede başka birçok kafe var. يوجد في المحلة الكثير من المقاهي الأخرى. أما أنونك فارق ولكن التي لديه مختلفة. بردك يماكلر çok lezzetli. الأطعمة التي هنا لذيذة جدا. فبرس راحت بير مكان. وهنا مكان مريح. إنسانلار çok güler yüzlü. الناس مبتسمون جدا. Ben burada güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra. أنا هنا بعد أن أقوم بفطور جميل. Ulus Caddesi'ndeki alışveriş merkezine gidiyorum. أذهب إلى مركز التسوق الذي في شارع Ulus. Alışveriş merkezinin içinde داخل مركز التسوق mağazalar ve sinemalar var. Yujad mahallat ve sinemahat. Ben boş zamanlarımı burada geçiriyorum. Ana aqdi awqat faraghi huna. Alışveriş yapıyorum. Aqumu bit-tasawwuq ve sinemaya gidiyorum. Wa adhhabu ila's-sinema. Benim evimin yakınında bir nehir var.
بالقريب من منزلي يوجد نهر. Genellikle عادةً işten çıktıktan sonra بعد الخروج من العمل نهرin kenarındaki kafelere gidiyorum. أذهب إلى المقاهي التي على أطراف النهر. Çay içiyorum, أشرب الشاي ve buradaki manzarayı izliyorum. وأقوم بمشاهدة المنظر الذي هنا. Burada çok dinleniyorum. Dinlenmek, الاستراحة أو الاسترخاء. Mahallemde, في محلتي, her şeyi bulmak mümkün. من الممكن إيجاد كل شيء في محلتي. Evimin karşısında bir spor salonu مقابل منزلي صالة رياضة. Onun biraz ilerisinde bankalar ve ila al amami minhu qalilan al bunuk. Arka sokağımda hastane ve fi şari' allazi halfi meşfa market var. Ve yujad market, yujad kull hazi al ashya. Burada yaşamak güzel, al ayşu huna cemil. Al qa'ide allati ladayna qa'idat idafat ki. الوظيفة الأولى التي تكون في محل الصفات والثانية التي تكون في محل الضمير هنا. نبدأ أولا بالتي تأتي صفات جيريفندا أي في وظيفة الصفة التي تكون بمعنى كلمة التي أو الذي تضاف إلى نهاية الكلمة ولا تتغير، تضاف دائما كي إلى جميع الكلمات فقط في كلمتين دون وجن، نقول دونكو وجنكو. أما في باقي الكلمات فهي دائما كي. بعض الأمثلة: geceleri uyuyamıyorum، لا أستطيع نوم الليالي. Alt kattaki komşum çok ses yapıyor. Alt kattaki، الذي في الأسفل، الذي في الطابق الأسفل. komşum جاري، إذن جاري الذي في الطابق الأسفل يقوم بالكثير من الأصوات. صنفتكي هركس أرتمني دينليور، جميع الذين في الصف يستمعون للأستاذ. يارنكي توبلانتيا كاتلور مسون، هل تنضم إلى اجتماع الذي هو غدا؟ Dergideki resimlere bakıyorum. Dergi هي مجلة، dergide في المجلة، وكي هنا التي لتصبح الجملة انظر إلى الصور التي في المجلة. Ben günün yanındaki kız kim؟ من الفتاة التي بجانب بنجو؟ Bugünkü درس جلدن مي، هل أتيت إلى الدرس الذي هو اليوم؟ لاحظنا هنا كلمة بوجن ودون نضيف إليهم كو، وفي باقي الكلمات تبقى كما هي كي. الوظيفة الثانية ضمير جيريفندا، وظيفة التي تكون في الضمير والتي تعني الذي له أو التي له، الشيء العائد لشخص الذي يملكه شخص ما. مثلا في الأمثلة: benim elbisem kırmızı، ملابسي حمراء. seninki ne renk، نستطيع أن نقول مكانك senin elbisen ne renk، ما لون ملابسك. فبدل أن نقول senin elbisen نقول seninki الذي لك. مثلا هنا: bugün benim dersim az، اليوم دروسي قليلة. يا سنينكي ماذا عنك أو ماذا عن الذي لديك دروسك مثلا. لا لينين ساتشلر روزون، دينيزينكي قصا، شعر لالا طويل، أما الذي لدى دينيز قصير، أي شعر دينيز قصير. بني مافيم
Seninki gibi büyük değil. Bimkanina huna an naqul benim evim senin evin gibi büyük değil. Nakhtasir al-kalam wa naqul ki benim evim seninki gibi büyük değil. Beyti leysa kabir kellezi ladayk kemenzilek. شكرا لكم على حسن متابعتكم لنا. أرجو الاشتراك في القناة عبر الضغط على زر اشتراك الموجود أسفل الفيديو، ودمتم في أمان الله.